الإعلام الأمازيغي أمامه أربع تحديات كبرى، ولكي نفهم هذه التحديات لابد أن نفهم السياق الذي يمر به بلدنا الآن. السياق يقول إن المغرب حاليا له طموح أن يلعب دورا استراتيجيا على المستوى الإقليمي والقاري من خلال العودة إلى إفريقيا وعالميا. لكي يلعب أي بلد هذا الدور الاستراتيجي الكبير لابد من تقوية بنيانه الداخلي، أي ترتيب البيت داخليا، من أجل خلق اللحام الوطني القوي سيجعل البلد يقوم بهذا الدور الذي يطمح إليه. لأنه لا يمكن أن نقوم بهذا الدور الاستراتيجي فقط على المستوى الاقتصادي، أن نبيع السيارات لإفريقيا أو نبيع مواد معينة، لا. الدور الاستراتيجي الكبير يكون من خلال أولا أدوار سياسية، مثل مبادرة الأطلسية مثلا، هي مبادرة سياسية لتفتح الباب لبلدان الساحل التي تعيش مشاكل حقيقية في اتجاه المحيط الأطلسي، مثل مثلا البوابة الثقافية في يعني التفاعل مع المحيط. فهذه الأدوار الاستراتيجية ينبغي أن تكون متكاملة، ولهذا الأمازيغية لها دور في كل هذا. التحدي الأول هو التحدي الديمقراطي، وأقصد به أن الأمازيغية حاليا ينبغي أن تلعب دور بناء الشخصية الوطنية المتوازنة بإعادة التوازن للعقل المغربي عبر شعور كل مواطن في المغرب في جميع مناطق البلد بالانتماء إلى المغرب بكل ما فيه. وتعرفون أن السياسات العمومية منذ الاستقلال بسبب سوء تدبيرنا للإرث الاستعماري لم تستطع خلق هذه الشخصية المتوازنة، بل خلقت أمراضا كثيرة وعاهات ذهنية كثيرة جعلت كثير من المغاربة يشعرون بالانتماء حتى لخارج البلد أكثر مما يشعرون بالانتماء للمغرب. هناك من كان يعرف شوارع بغداد يحفظها حرفيا ولا يعرف أن في حيه الذي يسكن فيه يوجد شاعر كبير مغربي، لا يعرف، ولكنه يعرف سوريا والعراق وكذا. فإذا كان لدينا مشكل الشعور بالانتماء، شعور الوطن. وتعرفون بأن اليوم من أجل رفع إنتاجية الفرد حتى في المردودية الاقتصادية الاجتماعية لا بد من تقوية شعوره بالانتماء إلى الوطن. الشعور بالانتماء إلى الوطن له دور وانعكاس على الجانب الاقتصادي الاجتماعي، وليس مجرد كلام معنوي أو نظري هكذا. إذا هذا التحدي الديمقراطي مهم جدا، ونحن لم نصل إليه وإحنا في 2024 لأننا لم نقم بتفعيل دستور 2011. والعطب الموجود عندنا في بلدنا أننا نصنع نصوص جيدة من ناحية القانونية ونجودها كل مرة ولا نسمح لها بأن تمر نحو التفعيل والتطبيق. وإلى الآن جميع الفرقاء في المغرب بدون استثناء يطالبون بتفعيل الدستور. إذا تكلمتي مع الاقتصاديين يقول لك ينبغي تفعيل البند الفلاني بالدستور، هضرتي مع الحركة النسائية يقول لك الفصل 19 غير مفعل، هضرتي مع المازيغان يقول لك الفصل 5 غير مفعل، وهكذا حتى تدور على جميع الأطراف والفرقاء كلهم يتشكوا أن الدستور غير مفعل. إذا لماذا قمنا بمراجعة الدستور سنة 2011؟ هذا مشكل. إذا فعلنا الدستور غادي نحققوا هذه الدمقراطة بالمفهوم الشامل، وغنحققوا هذا البناء ديال الشخصية الوطنية كما اللي غتسمح لنا باش نلعبوا ديك الأدوار الاستراتيجية حاليا إقليميا قاريا ودوليا. التحدي الثاني باش ما نطول شيء هو التحدي المعرفي. لما أدخلنا الأمازيغية للتعليم في 2003 ورسمناها في 2011 فتحنا الباب أمام ثورة معرفية.
مجموعة هائلة من المعطيات التاريخية والأنثروبولوجية والجمالية والأدبية والفنية ينبغي أن تكون متاحة للمواطنين ليعيدوا اكتشاف ذواتهم التي غيبت عنهم طوال 60 سنة، أن يعيدوا اكتشاف بلدهم وذواتهم أيضا، لكي يعرفوا معنى أن يكونوا مغاربة. وهذه الثورة المعرفية ستغير البنية الذهنية العامة للبلد وستخلق دينامية كبيرة في الإبداع المغربي دوليا، لأنه لا يوجد بلد تفوق في العالم انطلاقا من غيره. عندما ينطلق أي بلد من غيره يصنع نسخة رديئة، عندما ينطلق من ذاته يبدع ويعطي البدائل ويصبح نموذج. هذه الأصالة، أصالة الانطلاق من الذات، تعطيها هذا التوازن الذي نسعى إليه من خلال إتاحة هذه المعارف لما زالت مغيبة إلى الآن. تخيلوا معي جيل جديد من المؤرخين المغاربة اكتشفوا أشياء رائعة جدا في التاريخ المغربي لم تدخل أبدا إلى المدرسة إلى الآن، لا توجد في المقررات الدراسية. ما قيمة أن يكتشف العلماء أشياء عظيمة إذا كنا لن نعلمها لأبنائنا في الابتدائي والإعدادي والثانوي؟ كما لو أن هناك من يضع صور بين المغاربة وذواتهم وتاريخهم. إذن هذا التحدي المعرفي ينبغي أن ننجح فيه، ولابد لذلك من تطبيق النصوص وخاصة القانون التنظيمي فاتح أكتوبر 2019 لما زال غير مفعل ونحن في 2024. التحدي الثالث هو التحدي التنموي. التحدي التنموي مهم جدا لأنه يسمح للغة عبر الإعلام بأن تمر لتجعل المواطن ينخرط في مشاريع الدولة. لما بدأت الدولة تكلم المغاربة بالعربية الفصحى والفرنسية كانت نسبة الأمية 94% في المغرب، 94% نسبة الأمية، والدولة تخاطب الناس بالعربية الفصحى والفرنسية، لا أحد يفهم. كانت تخاطب نفسها وتخاطب نخب الرباط والدار البيضاء والفاس فقط، أما بقية 94% كانوا يعيشون على هامش الدولة. فلما قررت الدولة أن تخاطب الناس بالأمازيغية هذا شيء مهم. الإعلام من أكبر تحديات الإعلام أن يجعل المواطن المغربي في أقصى مناطق المغرب وفي البوادي والجبال ينخرط في مشاريع الدولة ويفهمها، لأنه لكي ينخرط لابد أن يفهم. والكثير من المواطنين يعاكسون توجهات الدولة لأنهم لم يفهموها بسبب عدم وجود تواصل بين الدولة والمجتمع والوسطاء لا يقومون بأدوارهم، المنتخبون، المجتمع المدني في كثير من الأحيان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.